عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي للجميع سامر الصالح معكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتي المتواضعة إن شاء الله اليوم أنا بتعاون مع أخي الحبيب رامي الذي له يعني قناة رائعة على يوتيوب وأنا أنصح الجميع بأنهم يزوروها ويشتركوا فيها لأنه دائما يقدم محتوى ممتاز ومميز وهو إنسان يعني قمة الأخلاق والأدب و الابداع الصراحه في انتاجه الفني وعلى على يوتيوب فانا دائما انصح الجميع بانهم يتابعوا فيديوهاته وخصوصا انه له يعني نكهه مميزه وبالاضافه لكونه يعني انسان خلوق ويعني يستحق المتابعة فعلا طيب حتى لا أطيل عليكم أنا يعني هو الجميل في رامي أنه يضع بعض التساؤلات ويحاول أن يجيب عليها فأنا راح أحاول أني أساعده أيضا في إجابة على بعض هذه التساؤلات راح أبدأ من الفيديو الثاني مش من الفيديو الأول الفيديو الأول يعني ممكن نراجعه في في يوم ثاني لكن انا حابب احكي بهذا الفيديو لانه احتمال انه كثر بعض التساؤلات عن بعض هذه الاشياء فمش غلط انه نتحاور مع بعض بشكل غير مباشر وطبعا انا بعد اذن اخي رامي وانا طلبت الاذن قبل ما اعمل هذا الفيديو وسالته اذا هو عنده اي مانع او اي اشكاليه بهذا الموضوع وهو بالعكس رحب في الكلام وقال انا سكون سعيد في, في هذا الكلام طبعا اخلاق عاليه ونتمنى أن الجميع من الزملاء يكونوا يعني بمثل هذه الاخلاق والتميز فاشكر اول شيء اخي رامي وبسم الله نتوكل. نبدا بسم الله بلاي. انا رح اكون مسرع الفيديو شوي بعد اذنكم على اساس يعني المعلومه تكون واصله بشكل اسرع لانه انا اللي بدي اركز على رد على بعض الاشياء والاسئله الموجوده في الفيديو نتفضل. السلام وعليكم السلام هنا نقف هل يحق لي اي شخص ان يفكر؟ طبعا يحق لاي انسان ان يفكر لكن لا يحق لاي انسان ان يستنتج لا يحق لاي أن است... لا انسان ان يقول والله أنا خرجت بهذه المعلومة وأنتم ينبغي أن تتبعوها إذا كان هناك إنسان متعلم وعلى قدر من المعرفة تمام لا مشكلة لكن إذا كان عندنا إحنا مشكلة الناس الذين الذين ليس عندهم هذا القدر الكافي من التعليم هذا الإنسان يسمح, يسمح له بالسؤال لكن لا يسمح له بالاستنتاج لأن قدراته لا تسمح له معلوماته لا تسمح له بهذا الكلام نحترم أراء الناس بكل, بكل رحابة صدر لكن لا نستطيع أن نأخذ الاستنتاجات من شخص لما يكمل علومه بعد عندما ينتهي ويصبح في مجال في مجال متبحر في هذا المجال لا باس سنسمع منه الكلام نكمل في ما بين الاتحاد السوفيتي وما بين الولايات المتحده الامريكيه على الفضاء. وهذا الصراع كان اجمل صراع في تاريخ البشريه يعني هو احتمال كان صراع على الوصول الى الى شيء تحقيق شيء ولم يكن صراع بس من اجل الاستعمار وكان هذا للاسف يعني هو الدافع الاساسي له كان هو الامبرياليه يعني العالميه لكن النتيجه كانت شيء رائع للاسف كل السباقات التاليه كانت سباقات تسلح وسباقات استعماريه وسباقات يعني نعرف احنا قضيه بين فرنسا وبريطانيا لما كانوا يتسابقون من سياخذ القطعه الاكبر من تركه الدوله العثمانيه وكذلك الدول فيما بعدها يعني كانت فصول في التاريخ البشري مظلمه لكن هذا فصل جيد هذا فصل كان شيء ممتاز تكلمت برضه عن رحله ناسا للقمر وبعض الامور اللي ممكن تخليك تشك الناس هبطت على طبعاً ممتاز، الشكوك هذا شيء هيلثي يعني شيء صحي إنه يكون الواحد عنده شكوك. ينبغي ان تدعيم دائما، اذا عنده سؤال واحد مش غلط انه يطرحه، يعني كيف وصلت المركبه الفضائيه الى الى القمر؟ سؤال ماذا فعلوا على القمر؟ لماذا اختاروا القمر؟ لماذا اختاروا المكان الذي نزل هبطوا فيه؟ ماذا حدث للمركبات التي وضعوها هناك؟ ماذا حدث للمركبات الصاعده؟ في اسئله كثيره، انا جاوبت على بعضها في بعض الفيديوهات السابقه، لكن هذه اسئله جيده ويطرحها دائما اصحاب العقول النيره مش غلط بالعكس شيء ممتاز ان تسال يعني بالعكس نحن ن... نشجع الناس انهم يسالوا هذه الاسئله والمفروض ان لها اجابه اذا كانت حقيقه واقعة اكيد لها اجابه اما اذا لم كان لها اجابه فهي تكون في مشكله في الموضوع تقارير الفيديو انا راح احط روابط ايضا انتشار الكره الارضيه حسب كلام ناس اول صوره كانت ليتم التقاط الكره الارضيه كانت عام 1972 عن طريق رحله ابولو 17 وهي الصوره كانت معلش هون انا بس انا بحب اني ادخل في الموضوع شوي او او اعرج على على هذا الموضوع بس بشكل خفيف هيك انا راح احط بعض الـ الـ الاشياء التاليه يعني اثناء الكلام. لكن اول صوره تم التقاطها فعلا بشكل كامل للكره الارضيه بدون عمل ستيتشنج ولا عمل اي شيء كانت لقمر صناعي اسمه اي تي اس 1، وهذا كان قمر صناعي مخصص لتصوير الاحوال الجويه والطقس. هذا القمر الصناعي كان يعني طبعا هلا تقاعد ريتايرد <تكار> احنا بنسموه ريتايرد لكن هذا القمر الصناعي فعلا كان موجود آه والصوره هذه من 1966 يعني حتى قبل الهبوط على القمر والصوره كامله كما كما ترى مثلا فيها هنا الصوره كامله للكره الارضيه وجهها الكامل حتى آه يعني تستطيع ان ان ترى الظواهر الجويه وتقوم بالتنبؤات في حاله الطقس وهذا شيء مهم جدا يعني للاقمار يعني احدى الاهم الاساسيات في استخدام الاقمار الصناعيه. طيب احنا ان شاء الله سنكمل هنا مع اخونا الحبيب رامي عباره عن ثلاث صور تم تجميعها مع بعض عشان تطلع الارض بهاي الشكل وتم تسمي. صحيح هذا 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 الجزء صحيح هي الصوره كانت عباره عن ثلاث صور حقيقيه للارض من اخذوها من عده اتجاهات وكان الهدف منها وكان الهدف من وضع انا الصوره بهذا الشكل هو ان تجميعها باعطائها الجوده الكافيه. وطبعا بالرجوع الى الموقع الاصلي لهذه الصوره، طبعا هي صوره مشهوره جدا اللي هي بلو ماربل. نجد ان القصه القصة الكاملة لكيف تم عمل هذه موجود وهم لا ينكرون اي شيء هم يقولون ان هذه الصورة هي مركبة من عدة صور وتم وضعها لتركيبها حتى تعطيك الصورة الكاملة من عدة زوايا وموقع القمر الصناعي اثناء التصوير وكل التفاصيل التي قد يحتاجها فني او انسان متخصص حتى يعرف مثلا البرسبكتيف يعني المنظور الذي تخرج فيه هذه الصوره هذا المنظور يؤثر على شكل القارات مثلا اذا كنت قريب جدا انت من الارض ستجد القاره بحجم اكبر او مثلا ممكن تجد ان افريقيا اذا كان القمر قريب على افريقيا ستجد ان افريقيا أكبر من بقية المناطق لماذا؟ لأنك ترى الجزء جزء أقل من الأرض يعني أنت الأرض هي كروية تخيل أنت المنظور خاص فيك هو بشكل قمع هذا القمع لا يسمح لك برؤية كل الأرض فستشعر أن هذه الكرة أصغر قليلا وأن هذه القطعة أكبر قليلا وهذا على فكرة ظاهر في بعض الصور الأخرى التي صار في عليها نوع من الجدل آه أنه كيف يمكن أن تكون صورة أمريكا أكبر نعم لازم ينبغي أن تضع في عين الاعتبار البعد البؤري للعدسة وبعد القمر عن الأرض في لحظة التصوير وهنا يضعوا كل المعلومات هذه 700 كيلومتر آه تفاصيل كاملة كاملة حتى يكون قادر اي انسان ان يعود ويحاول ان يتم يمحص هذه المعلومات وهذا ما يفعله العلماء العلماء يقومون بتمحيص هذه المعلومات لا يمر شيء لناسا او لاي وكاله فضاء بدون ان يتم تمحيصه من قبل علماء يقومون بالتاكد من المعلومه ويقومون باعاده النتائج بشكل حقيقي ثم هذا اللي يسمى peer reviewed يعني اللي هو يتم الانداد يعني لهم يقومون بتوثيق المعلومه مره اخرى ويتاكدون من تفاصيلها. اذا نظرنا هنا سيضعون لك حتى الصور الاصليه، هذه الصور الاصليه من الشرق مثلا حتى تستطيع ان تراها وهنا تظهر الهند مثلا في وسط الصوره. هذه من الغرب امريكا. وهذه آه صورة أخرى من الشرق أيضا للهند بتفاصيل مختلفة هذه التفاصيل آه هذه آه كل واحدة منهم بريزولوشن مختلفة يعني هم هم صورتين الشرق والغرب ووضعين ووضعين لك في النهاية الصورة بدون كومبريشن بدون عملية الضغط الجي بيك لأن الجي بيك هي عبارة عن عملية تشفير تضغط وتضع وتضيف بعض احيانا بعض الارتيفاكتس مشاكل في 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 الصوره، هذه المشاكل قد يظن البعض أن انها فيها عبث لكن هي تم معالجتها الكترونيا يعني معالجتها كمبيوتريا، بد كل الصور انت ترى الان صورتي وانا اتحرك هذه تم معالجتها كمبيوتريا، الكمبيوتر يقوم بتحويل الشكل الحقيقي انالوج الى شكل ديجيتال. وهذا ويقوم بعمليه الضغط والتشفير ووضع معلومات اخرى في الصوره وهذا يحدث بشكل عادي، هذا لا يعني انه تم العبث به، لكن هذه الصوره هم قالوا انها مركبه لا مشكله طبعا. هذه طيب كويس طلعت صور كثير احنا في تاريخ كلياتها صور مثلا كل واحده لها شيء مميز، هذه الصوره اللي انا تكلمت عنها قبل قليل اللي هي انه تظهر فيها امريكا الشماليه بشكل اكبر وهذا لانه بعد الصوره بعد القمر الصناعي عن الارض اثناء تصوير هذه الصوره لم يكن كبيرا فكانت امريكا الشماليه هي في الوسط فتظهر اكبر وانت لا ترى كامل الكره لان قمع النظر الذي ترى فيه لا يسمح لك برؤيه بقيه الكره الارضيه، لهذا السبب هم قاموا بتصويرها من عده جهات ووضع الصوره كامله امامك لكيف كيف سيكون شكلها لو كنت انت واقف مثلا في مسافه بعيده عن الارض لنتابع هنا المشكله هي الصور انها مركبه مركبه انت بتخرف تفرج علي وخلينا لا لا مش ما بتخرف كلامك صحيح هي صور مركبه نعم في واحد اسمه روبرت سايمون هذا وظيفته ليد داتا فيجواليزيشن اند ديزاينر نعم هذا الشخص بالفعل هو ياخذ انواع الصور التي يتم بثها على الانترنت هم هناك نوعين أساسيين طبعا في انواع مختلفه لكن هناك نوعين أساسيين النوع الاول يتم اخذ مسحات ضوئيه عشان تعطيك الدقه العاليه تاخذ مسحات ضوئيه من على شكل خطوط من الارض ويتم تجميعها على نموذج كروي وستيتشينج يتم لصقها مش لصقها يعني يتم تخيطها مع بعضها حتى تتشابك وهذا نفس مبدا عمل البانوراما عندما تاخذ انت البانوراما يتم عمليه ستيتشينج وعندما يتم عمليه الستشنج هاي انت ترابط تترابط الصوره مع بعضها. عندما يكون عندك خبير في عمليه اللصق هذه او عمليه التخييط بينهم انت تط... يعني تكون في امان ان هذا الشخص سيكون سيحاول ان ان يجعلها ت... يعني تخرج بالشكل الصحيح. اقرب ما يكون الى الشكل العلمي لانك لا ليس تل... لديك الصوره كامله. هذا النوع الاول التي هي عباره عن قطع ويتم تركيبها لكن في حالة صور الأخبار الصناعية المخصصة مثلا للأرصاد الجوية وأنا ورجتكم أول واحد من 66 فهذه صورة كاملة للأرض وإذا لاحظتم طبعا تختلف الالوان فيها مرات من مك... من حسب اشياء كثيره، واهم اسباب الاختلافات احيانا انهم يضعوا لون زائف، هذا اللون الزائف مخصص لكشف اشياء معينه، يعني مثلا يضعون لون معين حتى يتابعوا مثلا نمو النباتات الحديثه او خروج نوع من الغازات. هذا ما يتم فعله حتى يتم تسهيل عمليه النظر اليها واستخراج هذه الاشياء، حتى بالنسبه للكمبيوتر يسهل عمليه الاستنتاجات. لينك من هنا الاقمار وبحولها لصور للارض بحطها على فلات طبعا احنا كما كما نقول هذه الاشياء موجوده على الويب سايت تبع ناسا <applause> لا احد ينكرها ناسا نفسها لا تنكرها ولا تقول لكن هذا لا يعني انهم يعبثون <applause> او اذا صور المركب، هم بيعترفوا انه صور المركب، انه وين جابوا لي صوره القمر هذه الموجوده على الفيرجن تبع سنه 2000 مش فاهم انا، وبرضه راح اوريك احد النماذج للبلو ماربل اللي بيعملها هذا الشخص. هذا النموذج اسمه اسقاط طبعا نحن عندنا مشاكل كثيره مع الخ... مع هذا الاسقاط المشهور لمركاتور، وهذا الاسقاط يعني انا من الناس اللي بكرهه لانه هو اسقاط يعزز النظره الاستعماريه وقوه الدول خصوصا في شمال اوروبا، طبعا اوروبا اصغر بكثير من من افريقيا، لكن تظهر هنا بنفس الحجم تقريبا وهذا شيء مؤسف. لكن في نفس الوقت هو لم يكن يعني شديد الوطأه على الدول العربيه يعني نحن نظهر في شكل في احسن ضوء، لكن هو اسقاط غير غير حقيقي وبصراحه يعني هو اعتقد انه يدعم النظره الاستعماريه التي كانت موجوده ايام ايامها وكانوا واستغلتها الدول بشكل كبير لهذا السبب انا لا احب هذا الاسقاط، لكن طبعا هذا واحد اسقاط من اسقاطات الخرائط ويمكن ان بكل بساطه ان تغيره يعني، افضل شيء ان ترى الكره الخريطه الارض على شكل كروي او خريطه الدائره العظمى التي هي يستخدمونها الملاحين لانها دقيقه في عمليه الملاحه ولا توجد فيها هذه المشاكل. يعني طيب. جميل. طبعا المشكله في هذا ال... في هذا النموذج لا ناسا ما تستخدم هذا الـ هنا هاي المشاكل انه نحن نبدا بقصه ونخرج في قصة مختلفه ناسا لا تستخدم هذا الاسقاط نهائيا ناسا تستخدم الكره تستخدم الكره طبعا هذا شيء مهم جدا لاننا اذا راح إذا توخينا الدقه فاذا استخدمنا هذا الاسقاط وهم يعرفون ان هناك هناك الاف, آلاف الاسقاطات على فكره هم يعرفون ان هذا الاسقاط له مشاكله فلا يستطيعون ابدا ان يستخدموه في اسقاط على الكره اعاده الصوره ال 2 دي الى كره ب 3 دي لن تكون عن طريق استخدام هذا النوع من الاسقاطات وعلى فكره برضه وكاله الفضاء اليابانيه بتستخدم نفس النموذج وعام 2012 نعم مش صحيح <applause> اول صوره كامله للارض عن طريق نعم الصناعي... <applause> هذه الصوره مميزه جدا هذه الصوره ب 121 ميجا بكسل صوره يعني بقمه الدقه ويستخدموها وفي قمه الوضوح نلاحظ ان الالوان مختلفه قليلا طريقه فرز الالوان لكل كاميرا حتى لا نقول احنا لكل قمر صناعي لكل كاميرا مختلفه بشكل ملحوظ بعض الكاميرات يعني انت لما تروح تشتري كاميرا بيعطوك معها شارت بيقول لك وين المناطق اللي الالوان فيها بتكون مزيفه شوي او ظاهره زياده او او فيها اخطاء وخبراء التصوير مهمة جدا عندهم هذه القصة، أنا بتكلم لأنه أنا من عشاق التصوير، في عندي موقع أنا خاص بالتصوير ومتابع أنا التصوير الاحترافي. الكاميرات تذهب أنت تحصل على الشارت الخاصة في هذه الكاميرا وتحدد لك كيف طريقة تحليل هالألوان. طيب أنا بحب أعتذر للجميع إنه في عندي مشكلة صارت في الصوت، وصلنا إلى هذه المرحلة من الكلام. لكن للاسف يعني الصوت كان كان مشكله بالنسبه لي رح احاول انا اني احط الصوت بشكل اخر عن طريق فويس اوفر راح يكون في بعض الديسكريبنسي بين الصوت اللي انا عم بحكيه وبين الشكل اللي عم بيطلع قدامكم بس هذا الشيء حدث لانه صار في مشكله بالصوت اذا في اي حد عنده مشكله في الجزئيه هاي يخبرني وانا ممكن اعطيه المصدر الاصلي هو موجود على يوتيوب لكن انا عملته ان علشان ما اشوش على الناس المحتوى الصحيح اللي هم لازم يشوفوه طيب انا راح اكمل من هاي النقطه راح احاول جهدي اني اكمل بنفس الموضوع لانه انا مش سامع نفسي فما بعرف شو السياق اللي عمالي بحكي فيه اخر شيء كنا بنحكي عنه هون اللي هو انه الكاميرات بتختلف في طريقه عرضها للالوان والعدسات كذلك فاحتمال انه انا في هذا المقطع بكمل بنفس الموضوع بنفس الكلام اللي اللي كنت عمري بحكي فيه سابقا فانت بتاخذ الكاميرا او العدسه في الها تشارت معينه هذه التشارت بتوضح الاستجابه للالوان وغيرها المختصين كثير بالكاميرات بيقول لك انه مثلا صوره الكاميرا الفلانيه شوي فيك او زياده منزاحه للاحمر مثلا او بتعطيك اللون الفلاني اكثر لكن معظم الكاميرات الخاصة في تصوير من من المدار هي مصممة على أساس أنها تأخذ الألوان بشكل محدد حتى أنها تظهر لك معنى معين يعني مثلا تظهر اللون الأخضر بلون فيك أخضر علشان تقدر أنت تميز النمو الـ vegetation يعني نمو النباتات هو هون بحكي عن هذا القمر الروسي اللي هو اي تي ال الكترو ال آه، هذا القمر طبعا آه، قام بتصوير صوره رائعه جدا للكره الارضيه بوضوح 121 ميجا بكسل موجوده اونلاين ممكن واحد يعملها زوم حاطينها لانه انت ما تقدر تشوف على الشاشه تبعتك 121 ميجا بكسل لكن ممكن تعمل زوم انت على بعض المناطق وتشوفها طبعا اذا بتعمل زوم الى اقصى درجه ممكن راح تلاقي انه في عندك عمليه فرز الالوان وهذه هي بتمتاز فيها الكاميرات اللي بيستعملوها عاده في الاقمار الصناعيه لانها مو كاميرات عاديه هي كاميرات مميزه ومتخصصه في الالوان هاي المصدر طبعا الموجود انا اللي شفته كان اونلاين لكن هم نفس الـ نفس المكان هذا اللي هو نفس الموقع الخاص بالاقمار الصناعيه الروسي موجود عليه بعض الصور الخاصه فيهم مش موجود عندهم الصوره الكامله هاي لانه هاي الصوره يتم يعني تجهيزها لتكون معروضة بهذا الشكل وحسب اعتقادي أنهم بنزلوا الصور بشكل يومي ممكن لأي إنسان أنه يجيهم طيب هذا هذا القمر مهم اللي هو ديب سبيس كلايمت اوبزرفتوري وفي عليه جهاز تصوير اسمه ايبك ايبك معناها مش زي ما الناس بتتوقع هذا ايبك فيها نوع من الكاميرات محددة الكاميرا هاي سبيشال فيها إنها بولي كروماتيك بولي كروماتيك. بولي كروماتيك معناها كاميرا خاصة بالتصوير لكن بتعتمد على عدة ألوان محددة فقط، ولا بت... ما بتصور بكل ألوان الطيف، يعني احنا بنروح كاميرا بقول لك والله انه قدرة الـ 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 الألوان اللي بتاخذها مثلا 4 مليون لون، أو 16 مليون لون، أو في منها 4 مليارات لون، حسب كم بت هاي الألوان، هدول العالم ما عندهم هذا الكلام، عندهم باندز محددة فقط من الألوان اللي مسموح انها تظهر في الصورة، أو اللي هم الكاميرا هاي قادرة على التصوير فيها. كاميرات وبانز صغيرة جدا شرائح من الضوء يعني شرائح من الضوء فقط التي يسمح أو التي تسمح الكاميرا هذه بالتصوير آه عن طريقها طيب نشوف شو كمان انا مش عارف ايش اللي بحكيه هون <applause> اكيد حكي شيء على هو في صور قديمه كبيره كثيره جدا لكامل الارض مش بس من من هذه المصادر في مصادر اخرى كان انا حطيت اوريدي المصدر اللي هو الصوره القديمه اللي هي من الستينات كامل الارض وطبعا يوميا في صور كامل الارض لاغراض الطقس والارصاد الجويه مثلا وهي الاشياء انا صدقا ما بعرف شو عمالي بحكي هناك بس انا متهيألي انه انا عمالي بحكي في هذا الموضوع هاي <applause> مشكله الفويس اوفر <applause> احتمال حتى لو اني اعمل فيديو من اول وجديد يكون اسهل وهذا القمر فعلا على بعد مليون كيلومتر يعني هو اربع اضعاف المسافه بالقمر تقريبا او ثلاث اضعاف المسافه عن القمر وطبعا هذا بيسبب في عده مشاكل من ضمنها انه الكاميرا تبعته عباره عن عباره عن تلسكوب هي مش كاميرا عاديه بالاضافه لهيك انه زاويه الرؤيه تبعتها محدوده بتعطينا شكل الارض بشكل شوي مختلف عن الشكل اللي احنا معتمدين عليه من الجيو اللي هم على بعد ألف 35 قدم اه 35000 كيلومتر فالفرق كثير كبير وبعدين هاي جاي بعد القمر فاحنا لما الواحد بيطلع عليها بشوف القمر بينها وبين الارض بعدين هي الموقع اللي جاي فيه موقع مميز جداً هذه الصور اللي أنا حطيتها هون من جيوس ومن هومواري جيوس قمر مناخ أمريكي من 35 ألف قدم هاي الصورة في جيوس تشيني أوبجكت الصور اللي بطلعها حوالي 100 ميجا بكسل كل واحدة منهم وموجود المكان اللي ممكن أحط انا وضعت روابط لكيف انت ممكن تدخل وتحصل على هذه الصور من جيوس 16 جيوس 13 جيوس هذا عباره عن ثلاث اقمار بتدور حول الارض في لهم ثلاث اقمار اخرى مساعده لهم في حاله ما انه الاولي صار فيهم مشاكل هم مخصصين للمناخ يعني بشكل عام وصورهم قريبه جدا من صور هنواري اللي هو الياباني نفس القدره تقريبا نفس الوضوح بي بي بالالوان بكل شيء تقريبا هم بيشبهوا بعض لكن هم مختلفين آه هذا الشخص واحد من الاشخاص قام بعمل تجربه انه حاول انه يتتبع الكونتريلز بصور الاقمار الصناعيه من المنطقه اللي هو ساكن فيها فصور الكونتريلز من تحت ومن فوق اخذ صوره الاقمار الصناعيه وحاول انه يطابقهم على بعض وهون هو مورجيك انه كيف هذا الكونتريل بالذات هو موجود هون هو نفسه اللي طالع بصوره الاقمار الصناعيه يعني مش انه والله صدفه لا هي شافها طيارات مرقت فوقه اخذ الصوره وراح دور في نفس اليوم في الاقمار الصناعيه على الصوره هذه عاده هاي الاقمار الصناعيه بتصور صوره للارض على الاقل مره كل ساعتين في منهم بيصوروا اكثر من ساعتين أه فالجزء زي ما حكينا انا قبل هذا الجيوس هذول اللي هم الخاصين بتصوير المناخ والطقس والاحوال والزلازل وكثير اشياء بيحللوها أه والغازات وكذا كان في قبليها اي تي اس كمان برضه أه اقمار صناعيه خاصه ب الحاله الجويه طبعا هذا المثال اللي هو انه مصور من تحت والصوره من فوق بتعطينا يعني معنى قوي جدا هون عن احنا انه كيف انه هذا الصوره حقيقيه وهذا القمر الصناعي حقيقي عماله بصور هذا بصور الارض كلها وهو عامل زوم بس على هاي الجزء كمل مع رامي الحبيب روسيا انها التقطتها عام 2012، خليك هون لحظة بدي انتقل لموضوع ثاني بعدين ارجع لهي الجزئية، عام 1980 اطلقت ناسا برنامج اسمه فيادر، اطلقت في المسبار الفضاء فيادر و... طيب هو فويجر طلع بت... بال 1977 وكان مركبتين فضاء فويجر انطلقوا في المجموعه الشمسيه فويجر واحد هي اسرع مركبه صنعها الانسان في التاريخ وهي حاليا في على تراجكتوري للهروب من الارض مرت بعده كواكب في طريقها فويجر 2 نفس الشيء طلعت بعدها باسبوع اعتقد فويجر 2 طلعت اول بعدين فويجر 1 لكن فويجر تفوقت عليها لانها اسرع منها بحوالي 3 كيلومتر بكل ثانيه سرعه كل واحده منهم ما بين 17 و 15 كيلومتر في الثانية وطبعا السرعة هذه كانت تزيد لما كانوا يعملوا سلينج سلينج يعني تأخذ جزء تدخل على المدار تبع كوكب مثلا مثل كوكب المشتري وتستغل السرعة الزاوية لكوكب المشتري حتى أنه يلقيها بطريقة اللي هي المقلاع كيف المقلاع احنا بنسرع فيه مثلا حجر وبعدين نتركه بيطلع بسرعه عاليه نفس الشيء المسبار لما يدخل في مدار معين حول الكوكب بياخذ شو جزء من سرعه الكوكب وبيقلع من الجهه الثانيه بسرعه اعلى لكن وهو بيقلع تجذب الكوكب فبتبطئ السرعه شوي نعم هو سرعته 17 كيلومتر في الثانية وهو سريع جدا، آه الثاني سرعته 15 كيلومتر في الثانية وهم الاثنين على تراجكتوري خارج من المجموعة الشمسية يعني متجه هو خارج المجموعة الشمسية آه بهذه السرعة، طبعاً محتاج هذه السرعة أنت عشان تهرب من جاذبية الشمس، يعني هو عماله بيبعد جاذبية الشمس عم بتحاول ترجعه آه ففي في يعني نوع من التباطؤ في حركته وهو في هذا الاتجاه. هذا شيء طبعاً يعني معروف أيضاً. نكمل احنا نشوف شو المقصود انا بتوقع هون اني عمالي بشرح انه الكواكب هاي تقريبا حوالي صار 40 سنه مش 37 بتوقع هذه شوي قديمه الصوره المركبه هذه رجعت لنا معلومات كثير رجعت لنا معلومات عن تصوير الارض نفسها صورت الارض وهي قريبه من الارض واستكشفت كشفت انه في حضاره على الارض يعني هم عملوا تجربه فيها انه هل تستطيع مركبه فضائيه انها تستكشف انه يكون في حضاره موجوده وكانت هذه واحده من التجارب الخاصه فيها انها تبرجم بالكوكب وتشوف اذا في له اشعاعات مثلا انبعاثات كربونية مثلا شبهها بالحضارة بسبب الحضارة هل فيها مثلا موجات فوق مثلا كهرومغناطيسية دليل برضو على الحضارة مباني مثلا أو شيء زي هيك وهذه كانت احدى التجارب والتي اثبتت ان الارض في عليها طبعا هي تجربه يعني بس مجرد للتاكد من الاجهزه بس التجربه كانت ناجحه انها اكتشفت انه في على الارض يعني حياه طبعا في ناس بتاخذ انه شو هالسخافه هي كانت تجربتنا الوحيده هو الكوكب الوحيد اللي ممكن نجرب عليه اذا كان في حياه او ما في حياه كوكب الارض احنا ما بنقدر نجرب على اي شيء ثاني طبعا هذه المركبه لها سبق في كثير اشياء يعني تصورت لنا المجموعه الشمسيه وصورت كواكب اخرى لا لا مش خارج المجموعه الشمسيه صورت الكواكب في داخل المجموعه الشمسيه آه يعني وانطلقت بسرعه عاليه الوقود الخاص فيها مزبوط حوالي فوق فوق ال20 مليار هي تخرج حاليا من المجموعه الشمسيه تماما نعم نعم هاي الصوره مهمه انا بس بدي احكي عليها هاي الصوره هي جزء من البورتريت سموها فاميلي بورتريت طيب اللي بدي احكي عليه انه هذا المسبار مع انه عمره 40 سنه الا انه كان يعني كميه التكنولوجيا الموجوده فيه رائعه بالاضافه لانه عمليه التصوير اللي بتتم عن طريق الكاميرات الخاصه فيه فهي كاميرات متطوره بالنسبه لوقتها لكن لا تزال شيء عظيم في هذه الصوره بالتحديد اللي هي اللي اللي ورجناها اياها اللي هي فيها الـ الـ الارض ظاهره على شعاع من الضوء هي كانت عباره عن 68 صوره سموها فاميلي بورتريت فاميلي بورتريت ليش لانه فيها صور لكل الكواكب اللي بالمجموعه الشمسيه بالاضافه للشمس الصوره اللي بالخلفيه اللي هي مش مبينه هون مبينه على شكل مربعات في الخلف هاي الصور حاطين فيها كل الكواكب اللي التقطتهم هاي الصوره طبعا زي ما حكينا احنا كل الكواكب تظهر على يا دوب على شكل نقط من الضوء الكاميرا طبعا زي ما احنا شايفين المركبه هي احنا لسه ما فقدنا الاتصال معها وهي حاليا على اعتاب الخروج من المجموعه الشمسيه يعني وصلت الى مرحله نهايه الهيليوبوز الهيليو اللي المنطقه اللي فيها تتوقف الاشعه الشمسيه او الرياح الشمسيه عن الوصول وعلى وشك دخول ودخلت اصلا الى مرحله الفضاء ما بين النجوم. فطبعا هذا شيء رائع جدا يعني وانجاز عظيم جدا للبشريه اللي احنا شايفينها فالمهم نكمل احنا هذه المربعات اللي في الخلفيه هذه بقيه النجوم بقيه الكواكب الموجوده في المجموعه الشمسيه وانا بأشر عليها الظاهر كنت عم بحكي عن هذا الموضوع ايضا البطاريات اللي بتستعملها هذه المركبة بطاريات نووية ولها القدرة أنها تستمر لمدة أكثر من 70 سنة طبعا هذا شيء عظيم كمان يعني مش بطارية دورسل مهما كانت يعني هي بطاريات خاصة جدا وخطرة جدا أيضا لأنه فيها إشعاع بس أنه هي قادرة على تزويد الكهرباء لهذه المركبة كل هذه الفترة وهي المركبة قادرة على إعادة توجيه نفسها باتجاه الأرض حتى ترسل وتستقبل ويمكن الدخول الى مواقع ناسا اللي هي الديب سبيس نتورك والديب سبيس نتورك تسمح لك ان ترى متى هناك يكون اتصال مع فويجر 1 وفويجر 2 مثلا ونوعيه المعلومات القادمه غالبا تكون تيليمتري بيحاولوا يشوفوا الرياح الشمسيه اذا وصلت لعندهم اذا صارت سرعتها اقل ولا اعلى لانه اذا بطأت سرعتها وصار في سرعه رياح من خارج المجموعه الشمسيه معناها انها وصلت الى مرحله مختلفه واللي هي بين الفضاء هاي المركبه بعد 40 الف سنه راح توصل الى احد اقرب نجم في طريقها لكن القصه هذه طويله فزي ما حكينا الكواكب هذه موجوده وظاهره في الصوره في الفاميلي بورتريت في الجزء الثاني من الصوره هذا الجزء فقط بس بورجينا الارض بورجينا الارض تشكي هي عباره عن نقطه من الضوء الازرق صدفت انها زبطت معنا الصوره هاي لانه في العاده التصوير بهذا الشكل رح يكون صعب جدا طبعا تكلموا فيها الشعراء هذه هاي النقطه لانه كل ما تعرفه كل انسان عرفته في حياتك كل بطل وكل شرير يعيش او عاش هناك نعم تكنولوجيا عظيمه جدا اللي سمحت لي مسبار مثل هذا طبعا الاجهزه اللي تكون بهذا المجال مش مش اجهزه مثل الاشياء البسيطه الموجوده على الارض وهي مصممه انها تعيش فترات طويله بالاضافه الى هذا الشيء وهو الاساس ان يعني الفضاء فارغ جدا لا يوجد اشياء تصطدم فيها ولو انه هذا الخطر موجود طبعا هي رح تضلها ماشيه طالما انه ما في شيء يغير مسارها ولا اي شيء في بعض الجاذبيه الارضيه الشمسيه اللي بتحاول انها تقلل من سرعتها فقط اما غير عن هيك فيعني هي, هي ستستمر في طريقها الى ما شاء الله حتى تصل الى شيء يمنعها مثلا او تصطدم بشيء او يصدمها شيء لكن الحمد لله حاليا لا يوجد اي شيء في الطريق الذي يسبب الذي قد يسبب نوع من هاي الاشياء زي ما حكيت انا هذه المركبه يعني في اتجاهها في طريقها للخروج من المجموعه الشمسيه بسرعه عاليه وحاليا لا تزال تبعث لنا بعض المعلومات المهمه عن المنطقه التي تمر فيها وان شاء الله باذن الله يعني راح تكون الفوائد عظيمه بالنسبه للبشريه يعني اذا احنا ضلينا ندرس هذه المعلومات سرعه البث طبعا قليله جدا تشبه طريقه البث على او طريقه الانترنت ايام زمان ايام المودم لما كانت السرعات منخفضه جدا سرعتها بتوقع حوالي 1700 بت في الثانيه فيعني في تاخذ وقت طويل جدا قبل ما توصل المعلومات لكن ما في ورانا اشي يعني هي هي ماشيه و وترسل على مهلها ما في مشكله، اخذ اخذ فعلا اخذ اخذت المركبه هذه الالاف من الصور والارشيف الخاص فيها موجود ويمكن الرجوع له على مواقع ناسا يعني في اخذت بعض الصور الجميله جدا لكواكب اخرى واقمار اخرى والارض مع القمر اتوقع وطبعا هذه كلياتها يدرسها العالم ويدرسها الباحثون وهي مفيده جدا جدا ل يعني اثراء معرفتنا وتفكيرنا وفهمنا للمجموعه الشمسيه ومكاننا فيها، طبعا انا هون ممكن بدات اشرح انه كل الصور الجي بيك هذه يكون فيها نوع من الضغط وهذا الضغط يسبب بعض الارتيفاكتس يعني وهذا الارتيفاكتس بتكون يعني مشكله آآ لكن آآ في حاله الجماعة اللي عندنا هون إحنا في حالتهم الوضع شوي مختلف هي ليست بنفس الكاميرات العادية المستعملة وتستخدم نوع معين من المعالجات يسمى CCD Charge Couple Devices مقارنة بالأجهزة التصوير العادية تستعمل ما يسمى بالسيموس اللي هو Complementary Metal Oxide Semiconductor هذه كلها أنواع من أنواع الترانزستورات المتخصصه في التصوير الشارج كابل ديفايسز تمتاز بانها كميه الضوضاء فيها منخفضه جدا مقارنه يعني كميه الضوضاء انا أتوقع انه راح احط الشارت كمان شوي كميه الضوضاء بيدوها بالالكترونات في حين انه السيموس كميه الضوضاء بالمايكرو ممكن بالمايكرو امبير يعني سيل سيل طويل من من الكهرباء التي يمر فيها وتسبب هذه الضوضاء طبعا هذا هو السبب انت اذا مسكت كاميرا عاديه حتى لو كانت من ارقى الكاميرات الدي اس ال ار مثلا وحتى وضعتها في غرفه معتمه وغطيت عليها وكل شيء واخذت صوره راح تجد انه برضه فيها نويز آه. هذا طبعا هو بسبب البروسيس الخاص في الصوره او السنسر الخاص في الصوره آه. وهذا شيء لا يمكن تلافيه ابدا لانه حتى الحراره العاديه يعني بالاخير الا ما تسبب انه واحده من الملايين الترانزستورات الموجوده في هذا الجهاز انها تفاير طبعا آه، الشاش كابل ديفايسز هذا كان موجود في الكاميرات القديمه لكن طبعا استعاضوا عنه بالكاميرات الحديثه بهذه الاشياء هو كل شيء له محاسنه وله مساوئه وخصوصا انه الشاش كابل ديفايسز ما بيعطيك الفول رينج اوف كلر هذا شيء يعتبره للكاميرات العاديه او الكاميرات استهلاكية يعني تبعت الناس شيء غير مرغوب فيه لكن اذا كانت كاميرا متخصصه وتحتاج انك تاخذ نوع معين من الصور فهو صديقك يعني وخصوصا اذا كان في عندك طريقه لتبريد السنسر هذا الى درجات ما دون الصفر اللي تسمح له انه يعمل في قمه الكفاءه طبعا هون زي ما حكينا احنا كل الصور الجي بيك تقريبا فيها ارتفاكتس من الضغط الالكتروني لانه عمليه الضغط تختلف طبعا من عمليه ضغط لاخرى معظمها لوسي يعني تخسر جزء من جوده الصوره عند عمله نعم هذا الضوضاء موجودة حول القمر وموجود في كل مكان ويعني شيء شيء متوقع هذه الصوره لايبك والقمر يمر من امامها طبعاً ممتاز، الشيء اللي حبيت أنوه له، انه ممكن أنك تنزل الصورة هاي وتستعملها، لكن هناك مكان مخصص لتنزيل الصورة بشكل احترافي، أعتقد أني سأنوه أنا لهذا الشيء لتنزيل الصورة بدون، بأقل كمية من الضغط أو المشاكل فيها، يعني أعلى جودة، خلينا نحكي، أنا هنا أذهب إلى الموقع نفسه، بس علشان آه... طب الله هي حاطط كل الصور الخاصه بفويجر في الجاليري على آه العموم احنا بدنا نشوف الصور الخاصه في ايبك وسنفتح هلا باذن الله الموقع هذا هو الموقع يظهر لك القمر آه الارض بشكل عام و اعتقد انني اشرح هنا ان الصوره هذه مكونه من عده امواج اطياف ضوئيه منفصله كل واحد منها لوحده، ليست مكونه من الطيف كامل كما يحدث في التصوير العادي الذي نصوره نحن بالكاميرات تبعتنا، فما يحدث هنا أن هو اقرب تصور للضوء للنور الطبيعي او للاضاءه الطبيعيه الذي يمكن ان يصلون اليه وطبعا هذا الشيء هم لا يخفوه يعني انت تذهب على الموقع الخاص فيهم راح تجد كل المعلومات هاي واضحه وجليه وهم لا يخفوا اي شيء بالعكس هم يضعوا هذه المعلومات لاي شخص يريد ان ان يتعلم فيها او او يتابع لها كما قلت هنا أنا إذا كنت تريد أن تحصل على الصورة لا تأخذها من الصورة المعروضة أمامك لأن هذه عملها optimization للويب ولكن خذها من الداونلود حتى تأخذ أعلى جودة للصورة وتقدر أن تعمل عليها الفرنزك analysis اللي هو يعني تحليل حتى تتأكد أن الصورة والله مش ملعوب فيها لكن هي الصور هذه زي ما حكينا كلياتها فيها نوع من المعالجة ما بعد التصوير وهذه لا تعني أنه تم العبث بها هي الصورة تم معالجتها بهذا الشكل حتى نستخرج منها معلومات وكل الإضافات كل خاصة مثلا موقع البعد عن الشمس والزاوية التي تم التصوير منها كلياتها مذكورة هنا حتى يتم استعمال هذه الصورة فيما بعد لي يعني ليستفيد منها الباحثون طبعاً عندما تضعها هنا اختار طبعاً المكان أو الطريقة الصحيحة لاستعمالها ستجد طبعاً أن الصورة هذه مختلفة بشكل عام عن الصور العادية في سبب لشايلين النويز لانه النويز زي ما حكينا احنا هم بيستعملوا بروسيسور مختلف عن البروسيسور الخاص بالتصوير العادي البروسيسور هذا المستعمل سي سي دي تشارج مختلف عن الكاميرات الاخرى والمعالجات الاخرى التي تستعمل المعالجات اللي هي التجاريه والمعالجات التجاريه طبعا تفضل انك تعطيك الصوره بشكل وضوح اكثر ولها حاجات مختلفه عن حاجات الاستكشاف الفضائي هذه الصورة ثانية طبعا أه برضو نفس الشيء فيها القمر فيها كذا أه تفاصيلها يعني واضحة أعتقد أنه المشكلة في هذه الصورة هذا القمر الياباني بالغلط أن رحت عليه لكن المشكلة أعتقد أنه بالنسبة له كانت في هذا فهم هنا يقولون طبعا بان هذه الصوره هي اقرب تصور للون الالوان الطبي... الطبيعيه، لانهم لا يصورون بالالوان الطبيعيه، هم يصورون بعشر عشر نطاقات منها ما هو دون دون النور المرئي، يعني نحن نستطيع ان نراه، ومنهم ما هو اعلى من الدور المرئي برضه ما نستطيع ان نراه، وكل واحد منها لاغراض. فهذه انه تم تمت معالجتها وهن يذكرون ايضا انهم تمت عمليه المعالجه هذا في فيرجن 2 طوروا عمليه المعالجه حتى يتم اصلا انه الضوء الطبيعي يتم استعماله او يتم تقديمه للناس بشكل مختلف قليلا لانهم يعني غيروا البروسس تبعتهم احتمال فيها اوبتمايزيشن اكثر او الالوان افضل او اسرع مثلا وهم وضعوا بكل امانه الطريقتين والصوره الصوره اذا موجوده بالحالة بالقديمه وعملوا معالجه لها فحاطينك لك اياهم التنتين بكل شفافيه وكل وضوح اللي بده اياها ممكن ياخذ الصورة القديمة ممكن ياخذ الصور الجديدة ويقارنهم ويشوف ايش الفرق بين عملية البروسيسنج القديمة والبروسيسنج الجديدة. تذكروا هم عملية البروسيسنج هاي بتتم بعد ما ياخذوا الصورة مش زي ما احنا بتتم في داخل الكاميرا تصور الصورة انت كله بتم مع بعضه مرة واحدة وبتطلع لك الصورة جاهزة وانت بس بتاخذها وبتشوفها في حالتك. طبعا كل الصور الالكترونية الموجودة حتى صورتي انا اللي طالعة هون وخصوصا اللي انت متابعها على الكمبيوتر لازم يتم في عليها نوع من البروسيسنج بشكل او باخر يعني هذا يعني مستحيل كل الصور الديجيتال لازم لازم يكون في عليها نوع من البروسيسنج لكن هذا لا يعني انه تم العبث فيها او تم تغيير اشياء فيها او تم تلفيقها او فبركتها وهو بيتكلموا عن الانهاس كلر هذا الانهاس كلر بتحاول برضه انها تعزز بعض النقاط والالوان مثلا تظهر الغيوم بشكل افضل وغيره لكن في حالات التصوير العلمي فهم ليسوا يحاولوا بشكل كبير انهم يخترقوا الغيوم ويروا ما وراءها وطبعا لهذا تستفيد من الاطوال الموجيه معينه كل واحد منهم له بالضبط نطاق صغير جدا ضيق جدا هو الذي ياخذ اللون يعني ياخذ ما يمثل عن اللون الازرق مثلا ياخذ لون واحد من انواع اللون الازرق وهو تردد محدود جدا وهذه الترددات مذكوره هنا مثلا عن اللون الازرق 343 نانومتر الاخضر 551 نانومتر والرد مثلا 680 هذه الارقام هلا انا اتوقع اني بحط الشارت الخاصه فيها هو نطاق ضيق جدا 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 من الالوان ولهذا السبب هذه الصور لا تكون اصلا في الطريقه التي تم تصويرها هي ليست بالالوان الطبيعيه هي صور خاصه بالتصوير طبعا هاي الصوره كمان لا تنسى انها تمر خلال تلسكوب هي ليست المسافه بعيده يعني مليون ميل يعني الارض تصبح بحجم باصغر من حجم القمر بالنسبه لنا يعني حوالي ثلث حجم القمر التي تراه في السماء فتحتاج الى تلسكوب الذي يقرب لك الارض بهذه بهذه القيمه وزاويه الزاويه التي هم يصورون منها حوالي نص درجه يعني هي اقل من اصبع اقل من اصبع الانسان يعني اذا وضعت اصبعك على مد يدك يكون اكثر اكثر من نص من نص درجه فهذا انا اتكلم عن تفصيل الكاميرا او اللي هي اللي هي عباره عن تلسكوب حقيقي من عشر موجات عشر اطوال موجيه فقط التي يتم تصويرها وهي تحتوي على السي سي دي تشارج كابل هذا اللي قلت له اللي هو المعالج تحتاج تحتوي على الديتكشن مثلا منطقه الديتكشن الفلاتر تاتي خلف الغالق وهذا شيء مختلف عن الفلاتر العاديه يعني عاده عندما تضع فلتر للكاميرا انت تضعه على العدسه من الامام ولكن هم يضعون الفلاتر خلف الغالق وطبعا هذا يزيد من جودة التصوير بشكل عام ويزيد من جودة من كفاءة الفلتر لأنه لا يحتاج أن يمر الضوء خلاله فترات طويلة مثلا أو يمر الضوء وبعدين يتغير بالإلكترونيات مثلا أو من المو... الإلكترونيات الضوئيات العدسات الموجودة في الطريق طبعا تفسير كامل عن عن نوعيه هذه الكاميرا التي ليست كاميرا عاديه هي عباره عن تلسكوب مخصص للتصوير مع فلاتر خاصه فيها وهنا يشرحون قضيه العشر قنوات ضوئيه هنا يتكلمون ايضا عن الطول البؤري بالاضافه 30 سنتيمتر طبعا ويضعون هنا الاف ستوبس الخاصه فيها 9.6 ونوعيه التلسكوب هنا يظهرون فيها السي سي دي اللي هو ال البروسيسور الخاص فيها والفلاتر ومنطقه الفلاتر وهي الفلاتر على شكل حلقه تتغير فيها الفلاتر من واحد الى اخر كما قلنا هنا 10 10 الموجات وهنا يبداون هنا الفيلد اوف فيو 6 من 10 الفيلد اوف فيو عاده انت بتحاول انها تكون اكبر ما يمكن علشان ترى مثلا انحناء الارض على ارتفاع 100 الف قدم تحتاج الى 70 درجه هذا 6 من 10 يعني لو وضعت اصبعك على بعد يدك على على اقصى بعد من يدك يكون اكثر من 6 من عشره هذه هذا نوع من التكبير يعني كل هذه النقطه هي التي تكبر تحصل على الشاشه كامله. الصوره هنا كمان هي تلتد يقولون لك انها تلتد يعني عمليه التصوير تصوير مائل قليلا وهذا سياتي مهم لشرح بعض بعض الصور الغريبه التي ستراها. هنا يشرحون لك لماذا كل واحد من هذه الامواج الاطياف او الطول الموجي مهم، يعني مثلا هذا 317 هو مخصص لاستكشاف الاوزون والكبريتات في الجو. ال 325 هو للاوزون، ال 340 هو للاوزون والايروسولز، الايروسولز هي المواد التي تطير في الجو وتسبب تاكل طبقه الاوزون وهي ممنوعه طبعا بشكل عام لكن ممكن لكن حاليا صاروا يخترعوا مواد غير غير ضاره بالاوزون 388 برضه للايروسولز والغيوم 343 برضه للغيوم وهكذا يعني كل واحدة منهم لها طول موجي لاحظ أن 678 هي قريبة للون الأحمر وهذه اللي يستعملوها للفيجيتيشن وهذه نفس سبب رؤية صورة القمر الروسي فيها نوع من الإحمرار لأنها تظهر الفيجيتيشن في بعض المناطق ونموها في تلك اللحظة من السنة يعني هو طبعا هاد تختلف من وقت لوقت 600 الكلاود هايت ارتفاع الغيوم 779 برضه الخضار الزراعي والغيوم وكل وهذه هي فقط الباندز يعني نحن نتكلم عن 16 مليون لون نحن نتكلم عن 10 الوان فقط 10 الوان فقط هي كل كل التي تستطيع ان تصور فيها وهنا ترى انت مثلا لون الفايوليت يعني هو طيف ومجال بين 380 ل 450 لا تستطيع ان تستعيد عنه بلون واحد لكن للحاجات العلميه اسباب خاصه وهذا السبب هم قاموا باختيار فقط الموجات الخاصه فيهم والتي يحتاجونها حتى يستطيعون ان يقدموا يعني ما يحتاجونه كما ترون نحن الطيف المرئي طيف صغير جدا من الطيف الكهرومغناطيسي او الموجات الكهرومغناطيسيه التي ترسلها العالم في كل الاتجاهات او الموجوده يعني حتى من الشمس تصدر بشكل عام ذكرت هون اللي هي متعدده الانواع، يعني هي عباره عن عاده من لون واحد تصور من لون واحد ومن هذا اللون الواحد تصور تسع الوان. يعني كانها صوره ابيض واسود لكن مختلفه بدرجه الـ 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 بما هو الابيض وما هو الاسود فيها. هي عباره عن كاميرا من هذا النوع. هذا الصاروخ لما انطلق وهذه كانت اول صوره اجت من ايبك وهذا في 2015 في جولاي وطبعا هم قاموا بتصوير الارض وعملوا تايم لابس واشياء كثير شرحوها هون بيتكلموا عن حجم الصورة. حجم الصوره اتوقع انها 4 ميجا بكسل وهنا تفصيل دقيق لكل المحتويات وتظهر هنا ان هذه لها ليست عدسه عاديه هذه عدسه لها مرآب في النهايه فعباره عن تلسكوب حقيقي يقوم بالتصوير هذه الفلاتر موجودة على شكل حلقة تتغير من واحد إلى الآخر عن طريق الدوران طبعا برضه هذا الشيء مهم ومميز، لانه بالعاده انت الفلاتر خصوصا الكاميرات لا تكون بهذا الشكل، والفلاتر كما قلت تاتي خلف الغالق وليس امام الغالق، هلا رح نشوف احنا الغالق تبع التصوير، والغالق مختلف تماما عن كل الغالق اللي ممكن تشوفه، احنا عاده الغالق بيكون مربع وبيكون بالخلفيه واقرب ما يكون الى البروسيسر او الضوئي، فهذا لانه بيتعامل مع السي سي دي فهو بيتحرك بيدور بدل ما انه يطلع وينزل مختلف طبعا وكل واحدة منهم لها سرعات مختلفة بالتصوير اذا احتاجوا انه يصوروا مثلا صورة لونج لونج شاتر مثلا بيستعملوا الجزء الاكبر كاركترستكس تبعت السي سي دي هي الخاصة فيه اللي هو البروسيسر الذي يقوم بتصوير وهو اوبتمايزد ل داون تو 300 نانومتر من الطف اللي هو غير مرئي حتى هذا الجزء ويقوم بتصوير من من صوره لصوره من من الحفه للحفه خلال 500 كيلو هرتز يعني ال 500 صوره في الثانيه ممكن انها تاخذ اذا اذا كان اذا احتاجوا لهذا الشيء بالاضافه لهذا الشيء الكوانتم افشنسي خاصه فيه هذا بقول الاطياف اللي هو بياخذ الصوره عليها الاطياف مثلا بدل ما بياخذ الطف كامل ما بياخذ مثل الكاميرات العاديه كل الالوان بس بياخذ 10 الوان محددين عنده من خصائص السي سي دي هذا انه في الدرجه اللي هو بيشتغل فيها هو شغال درجه ناقص 20 سيريزيه في الدرجه هاي كميه النويز اللي بتدخل عليه تعد بالالكترونات يعني بيحكي لك انه والله النويز اللي دخلت فيه تعد 10 الكترون فقط هذه هذه هي درجه لهذا السبب انت لا ترى خرابيش مثلا وراء الفورمات اللي هي 2 ميجا بيكسل باي 2 ميجا بيكسل البكسل سايز حاطين لك البكسل سايز عشان تقارن اذا بالكاميرات العاديه اذا حابب الفيلد اوف فيو اقل من واحد يعني واحد ارك سكند لكن هذا لكل البروسيسور مش دخل شامله العدسه قديش بتعطيك الرينج البكسل فول فيو عدد المسحات خلال الثانية الواحدة و CCD Operation Temperature ناقص 40 SELIZYA باي باسف حتى أنا سوري حكيت 20 هي 40 كمية النويز 1.6 Top Analog Train Dark Current Dark Current أقل من 5 الكترونز بير سكند بير بكسل هذه عادة تعد بالملي و... بالملي أمب فلما تحكي انت انه البكسل الواحد اقل من خمسة الكترون الدارك كارنت تبعه يعني هذا شيء كثير كبير مقارنة بالبروسيسرات التصوير العادية حتى في الكاميرات الاحترافية الغالية جدا هذا هو سبب انه انت لما تشوف الفضاء الاسود وراه لا تجد فيه نويز وخصوصا هم بعد بعدين كمان بيعملوا بروسيسنج ايضا هذا الشيء ما هم يعني ما بيحكوا انه يعني ما بتجاهلوه لكن هو يبحث عن اطياف معينه الوان معينه هذه هي هذا بالاضافه هذه الفلاتر لسه كمان هو يبحث عن اطياف معينه هذه الاطياف اذا لم يجدها لا يسجل شيء إذا وجدها يسجل شيء فهي مختلفة في طريقة تصويرها عن طريقة تصوير الكاميرات العادية Correction applied هنا يذكرون بكل كل التعديلات التي تتم على الصور A series of corrections ماشي الحال سلسلة من ال... هذا واحدة منهم اللي هي الفلات فيلدينج في حاله الفلات فيلدنج كل البروسيسورات فيها تختلف قدره الحساسيه من مكان لمكان، طبعا هذه اختلافات صغيره جدا، لكن يتم ملافات هذه الاختلافات عن طريق تعريضها الى الضوء بشكل في المختبر مثلا، وقياس هذه المشاكل مثلا اين اين الضوء يتم تكون حساسيته اعلى واين تكون حساسيته اقل ويعمل لها ماب خاصه فيها ويعمل تعويض لفروق الحساسيه في هذه البروسيسرات فروق الحساسيه هذه عندما يعملوا تعويض لها يحاولون ان يحصلون على صوره باعلى درجات النقاء بدون ما يكون فيها اي لعب لكن هي عملية تحدث بعد التصوير ولهذا يسمى كوركشن تحدث بعد التصوير لأنهم يعلمون أن هذا الشيء موجود في البروسيسورات طبعا هذا يوجد أيضا في الكاميرات العادية لكن لا يكون بهذه الدرجة من النقاوة نحن نتكلم عن هدول العالم هم بيحاولوا أعلى درجات الدقة في التصوير الخاص فيهم سيريز اوف لايز عده اضواء اضواء خاصه فيها في هذا الموضوع حتى يتم عمل يعني دوزان للبروسيسور يعني كل واحد منهم مختلف قليلا لكن هذا هذه عمليه الدوزنه حتى انه يكون تكون الصوره خاليه من العيوب اللي هي من من اساس المصنعيه من تصنيع السي سي دي سببت هذه المشكله وطبعا هي موجوده بكل البروسيسورات الضوئيه فمضطرين هم ان يقومون بهذا العمل حتى يتم تصحيح هذه الاخطاء في الصور طبعا انا متاكد انهم حتى لو ما عملوا هذا التصحيح ستبقى الصور واضحه جدا لكنهم يفعلون هذا حتى لا يكون عندهم سلسله من الاخطاء يعني معظم الناس اللي بتشوفهم بيعملوا تجارب وما تجارب وكذا بتكون في عندهم اخطاء في عمليه القياسات والمهنيه هم بيحاولوا يقللوا الاخطاء هذه الى اقل درجه ممكنه قبل شوي هم حطوا الفلاتر اللي هم بيستعملوها وبدا هذا الفلاتر متخصصه لدرجه انها تسمح بس فقط في لون واحد وحاطين <applause> لك لكل لون بشكل بشكل مذهل كميه الدقه اللي هم بيحاولوا انهم يتبعوها مع هاي الصور هاي الصور بعض الصور آه هذه الصوره انا شفتها لاحظوا حتى طرفها المربع نعم السو... سبب المربع هذا انه الصوره التصوير اصلا مايل فحتى يعطوك الكام... صوره الارض ب... بالشكل اللي انت معتاد عليه محتاجين انهم يميلوها شوي ويضعوها في في الفريم بشكل صحيح طبعا هذه يعني ما بعرف ليش بيعملوها، تخيل لي انه احسن علشان انه بس الناس تشوف القطب الشمالي فوق والقطب الجنوبي تحت بدل ما انهم حسب ما هم معتدين، مش حسب التلت اللي هو محطوط فيه الكاميرا، ليش عملوا له ثلث للكاميرا؟ ما بعرف. ممكن يكون هذا السؤال سؤال جيد يعني نساله للجماعه نحكي لهم طيب ما دامكم عارفين انه رح تروحوا هناك ورح تكون، ليش ما تحطوا الكاميرا سنتر سنتر مزبوط طيب شو كمان؟ في كمان وحده هلا المربع هذا زي ما حكيت لانه الفريم تلتد وهذا طبعا يعني طبعا هذه الصور البعيده للقمر وكذا اذا بتلاحظ انه حجم القمر بالنسبه لحجم الارض هذا بياثر عليه المنظور من المكان اللي عم بتصور فيه والبعد البؤري تبع تبع العدسه اه هذا شكل مش مقطوع هذا اللي صاير عندنا هون فلير هذه فلير هذه لانه هذا كل التركيز هو يتم على على القمر وأي ضوء تاني في التلسكوب هذا القادم راح يعمل لنا نوع من الدستورشن خصوصاً ما يكون مش في وسط الفريم هو جاي على الطرف لكن يعني الاحتمال وارد لكل شيء احتمال انهم عمالهم بيعملوا بروسيسنج ولا شيء زي هيك لكن جماعه هذول ما في عندهم اي اهداف انهم يحاولوا يغشوا الناس بالعكس هي هذا القمر اصلا معظم الصور تصور صور بالملايين لا اتوقع انهم اصلا بيخطر على بالهم انه البني ادمين العاديين راح ينظروا لها معظم اللي بتخ... بينظروا لها ناس متخصصين وخصوصا حتى يعني مثلا الاعمال الخاصه بالجو والطقس على فكره اذا تنظر الى امريكا الشماليه ستجدها مائله هذه الصوره فيها بعض الميلان ممتاز انا طبعا يعني ما لا يسعني في نهايه هذا الموضوع الا اني اشكر اخي وحبيبي وصديقي رامي على الفيديوهات الرائعه والمبدعه التي يقدمها لنا بشكل يعني طبعا تاخذ منه تعب وجهد وانا يعني بصراحه يعني اقف احتراما لهذه المجهودات العظيمه هو انسان خلوق وانسان ذكي ومعلوماته عاليه جدا وهذا شيء مميز جدا ونشكره فعلا على مشاركته لنا بالمعلومات القيمه التي يعني وانا شفت طبعا اكيد شفتوا الفيديوهات الكثيره له ما شاء الله وانا طبعا يعني تابعوا من ايام الكريبتو كرنسيز بشكل عام آه، لكل انسان نظرته في الموضوع ولكن هو ما شاء الله عنه هو انسان مجتهد وذكي وصاحب معلومات وخلوق طبعا هذا اهم شيء يعني ما شاء الله فالحمد لله انه طبعا هو سمح لي باني استعمل الماتيريال الخاصه فيه وان شاء الله نكون هيك انا وياه اعطينا معلومه للجمهور اللي حابين يستزيدوا بالنسبه لهذه المواضيع وهذه الاخبار آه وخصوصا في قضايا الشائكه شوي وانا اعرف انها صعبه شوي على بعض الناس لكن باذن الله مع بتعاون الجميع رح نكون كلنا نساعد بعض ونوصل بالنهايه الى معلومات كويسه فاشكر اخي الحبيب رامي مرة ثانية ويعني إن شاء الله يكون لنا تعاون في المستقبل بشكل أفضل طبعا ما تأخذوني على جودة الفيديو أنا ما بطلع معاه براس يعني بهاي الأمور هذه يعني تحتاج إلى ما شاء الله الخبرة العظيمة الموجودة عنده شكرا لكم جميعا وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله تحياتي للجميع